الرجل العاقل لا يسأل كم يعيش، بل يسأل كيف يعيش. فرب عام خير من 20. والخلفاء يا صاحبي إما للقصر وإما للقبر. بوفاة عبد الرحمن الأوسط بدأ عهد جديد في بلاد الأندلس، وهو فترة الضعف في الإمارة الأموية، وبدأ من عام 238 إلى عام 300، أي حوالي 62 سنة. تكلمنا عن الأمراء الذين كانوا في هذه الفترة، وفي هذا الفيديو سوف نتكلم عن الأسباب التي أدت إلى ضعف الأندلس. فلو أردنا تقسيم تاريخ الأندلس إلى 5 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الضعف والعصبية القبلية قبل دخول الداخل إليها، والمرحلة الثانية هي مرحلة القوة منذ دخول عبد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن الأوسط، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الضعف من بعد عبد الرحمن الأوسط إلى عبد الله بن محمد، وسوف نتكلم في هذا الفيديو عن أسباب ضعف هذه المرحلة. ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة القوة من عبد الرحمن الناصر إلى نهاية الدولة العامرية، والمرحلة الخامسة والأخيرة هي مرحلة الضعف وسقوط الأندلس وعصر الطوائف. تولى بعد عبد الرحمن الأوسط ابنه محمد بن عبد الرحمن الأوسط، ثم 2 من أولاده هما المنذر وعبد الله. وحقيقة الأمر أن الإنسان لا يتعجب كيف بعد هذه القوة العظيمة والبأس الشديد والسيطرة على بلاد الأندلس وما حولها يحدث هذا الضعف وهذا السقوط وهذا الانحدار. فمن سنن الله سبحانه وتعالى أن الأمم لا تسقط فجأة، بل إن الأمر يكون متدرجا وعلى فترات طويلة. فهذا عهد الولاة الثاني، كان السبب في ضعفه انفتاح الدنيا وحب الغنائم والقبلية والقومية وظلم الولاة وترك الجهاد. وكل هذه الأسباب لم تنشأ فجأة، وإنما كانت بذورها قد نشأت منذ أواخر عهد القوة من عهد الولاة، أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء. ولكي نفهم سبب ضعف الإمارة الأموية، علينا أن نعود قليلا إلى الوراء وندرس الفترة الأخيرة من عهد القوة، ونبحث فيها عن بذور الضعف والأمراض التي أدت إلى هلكة أو ضعف الإمارة الأموية. وكان من أبرز أسباب ضعف الإمارة الأموية هو كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين من جديد. من جديد كانت الدنيا قد انفتحت على المسلمين، وكثرت الأموال في أيديهم، وقد زاد هذا بشدة في أواخر عهد القوة من الإمارة الأموية، فقد ازدهرت التجارة كثيراً، ولم يوجد هناك في البلاد فقير واحد، وفتن الناس بالمال، وتكرر ثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. السبب الثاني لضعف تلك الفترة زرياب، اسم ليس بغريب لكنه كان كدابة الأرض التي أكلت من سأة سليمان عليه السلام، فسقط جسده على الأرض. زرياب هذا كان من مطربي بغداد، تربى هناك في بيوت الخلفاء والأمراء، حيث كان يغني لهم ويطربهم، وكان معلمه هو إبراهيم الموصلي كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت. ومع كر الأيام ومر السنين لمع نجم زرياب في بغداد، فغار منه إبراهيم الموصلي فدبر له مكيدة فطرد من البلاد. وكانت مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها متسعة جدا في ذلك الوقت، وبعد حيرة وجد زرياب ضالته في الأندلس، حيث الأموال الكثيرة والحدائق والقصور، وهي صفات كثيرا ما يعشقها أمثال هؤلاء، وبالمقابل مثلها أيضا تكون أرضا خصبة لاستقبال وإيواء أمثالهم. الأندلس لتلك الفترة لم تكن تعرف الغناء، إلا أن زرياب ذهب إلى هناك واستقبلوه وعظموه وأحسنوا وفادته، حتى دخل على الخلفاء ودخل بيوت العامة ونواديهم،
فأخذ يغني للناس ويعلمهم ما قد تعلمه في بغداد. ولم يكتفي زرياب بتعليمهم الغناء وتكوين ما يسمى بالموشحات الأندلسية، لكنه بدأ يعلمهم فنون الموضة وملابس الشتاء والصيف والربيع والخريف، وأن هناك ملابس خاصة بكل مناسبة من المناسبات العامة والخاصة. ولم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلة، إلا أنهم أخذوا يسمعون من زرياب ويتعلمون منه، خاصة وأنه قد بدأ يعلمهم أيضا فنون الطعام كما علمهم ملابس الموضة تماما، وأخذ يحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء والأساطير والروايات وما إلى ذلك، حتى تعلق الناس به بشدة، وتعلق الناس بالغناء وكثر المطربون في بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك انتشر الرقص. والغريب أن دخول زرياب إلى أرض الأندلس كان في عهد عبد الرحمن الأوسط، ذلك الرجل الذي اهتم بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك، لكنه للأسف ترك زرياب يفعل كل هذه الأمور وينخر في جسد الأمة من دون أن يدري أحد. ففي الوقت الذي انتعشت فيه النهضة العلمية وكثر العلماء، إلا أن كلام زرياب المنمق وإيقاعه الرنان صرف الناس عن سماع العلماء إلى سماعه، وصرف الناس عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع حكاياته العجيبة وأساطيره الغريبة، بل والله لقد صرف الناس عن سماع القرآن الكريم إلى سماع أغانيه والتعلق بلهوه ومجونه. وللأسف فإنه بالرغم من مرور أكثر من 1200 عام على وفاة زرياب هذا، إلا أن له شهرة واسعة في كل بلاد المغرب العربي، فلم يسمع الكثير من الناس عن السمح بن مالك الخولاني وعن بسة بن سحيم، ولم يسمعوا عن عقبة بن الحجاج أو سيرة عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن الأوسط، ولم يسمعوا عن كثير من قواد المسلمين في فارس والروم وفي بلاد أفريقيا والأندلس، لكنه هم سمعوا عن زرياب ويعرفون سيرته وتفاصيل حياته، يمجد في حربه ضد الجمود وكفاحه من أجل الفن، ولا يعلم الناس أن زرياب هذا ومن سار على طريقه كان سببا رئيسيا في سقوط بلاد الأندلس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثالث لضعف الإمارة الأموية هو عمر بن حفصون. عمر بن حفصون هذا هو مسلم من المولدين، أي من أهل الأندلس الأصليين. كان عمر بن حفصون قاطعا للطريق، وكان يتزعم عصابة من 40 رجلا، حين بدأ الناس يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد في سبيل الله، زاد حجم السرقة وقطع الطرق، واشتد خطر عمر بن حفصون، وبدأ يثور في منطقة الجنوب حتى أرهب الناس في هذه المنطقة، وأخذ يجمع حوله الأنصار إلى أن زاد حجمه كثيرا، فسيطر على كل الجنوب الأندلسي. وفي عام 286 قام ابن حفصون بعمل لم يتكرر كثيرا في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وتاريخ الأندلس بصفة خاصة، فلكي يعض من قوته في آخر عهده، وبعد 22 عاما من ثورته انقلب على عقبيه وتحول من الإسلام إلى النصرانية، وسمى نفسه صمويل، وذلك بهدف كسب وتأييد مملكة ليون النصرانية في الشمال، وهو وإن كان قد تركه بعض المسلمين الذين كانوا معه، إلا أنه نال بالفعل تأييد مملكة ليون الوقت الذي تزامن مع توقف الجهاد في ممالك النصارى. فبدأت مملكة ليون تتجرأ على حدود الدولة الإسلامية، فبدأت تهاجمها من الشمال، وعمر بن حفصون أو صامويل من جهة الجنوب. وأيضا من الأسباب التي أدت إلى ضعف تلك المرحلة هي الثورات التي لا حصر لها داخل الأندلس، بل واستقلالات في كثير من المناطق، والتي كان من أشهرها استقلال صامويل أو عمر بن حفصون، حيث استقل بالجنوب وكون ما يشبه الدويلة، فضم إليه الكثير من الحصون، حتى ضم كل حصون أستجة وجيان، والتي كانت عند فتح الأندلس من أحسن المناطق الأندلسية على الإطلاق، وكذلك كانت غرناطة إحدى المدن التي كانت في حوزته.
وكان من هذه الثورات الكبيرة أيضاً ثورة ابن حجاج في إشبيلية، وكانت هذه الثورة تمد وتساعد عمر بن حفصون أو صامويل في ثورته ضد قرطبة، ومثلها كانت ثورة ثالثة في شرق الأندلس في منطقة بلنسية، وثورة رابعة في منطقة سرقسطة في الشمال الشرقي، حيث استقلت إمارة سرقسطة أيضاً عن الإمارة الأموية في قرطبة، وثورة خامسة في غرب الأندلس يقودها عبد الرحمن الجليقي، وثورة سادسة في طليطلة، وهكذا ثورات وثورات أدت في نهاية الأمر إلى أن الحكومة المركزية للإمارة الأموية في قرطبة لم تعد تسيطر في كل بلاد الأندلس إلا على مدينة قرطبة وحدها، إضافة إلى بعض القرى التي حولها، ومن ثم فقد انفرط العقد تماما في عام 300 هجريا، وتوزعت الأندلس بين كثير من القواد، كل يحارب الآخر وكل يبغي ملكا ومالا. وأيضا من الأسباب المهمة جدا التي لا يجب أن تنسى هو تكون مملكة نصرانية ثالثة. ذكرنا في الفيديوهات السابقة في تاريخ الأندلس أنه كان هناك مملكتان نصرانيتان، هي مملكة ليون في الشمال الغربي ومملكة أراغون في الشمال الشرقي وعاصمتها برشلونة، واللتان تكونتا زمن ضعف المسلمين في عهد الولاة الثاني. وهنا في الفترة الثانية من فترتي الإمارة الأموية تكونت في الشمال أيضا مملكة نصرانية ثالثة كانت قد انفصلت عن مملكة ليون، وهي مملكة أو إمارة نافار، وتعرف الآن في إسبانيا بإقليم الباسك، ذلك الإقليم الذي يحاول الانشقاق عن إسبانيا. هذه الممالك النصرانية الثلاث بعد أن كانت تخاف المسلمين في عهد الإمارة الأموية الأول تجرأت كثيرا على البلاد الإسلامية، فهاجمت شمال الأندلس وبدأت تقتل المسلمين والمدنيين في مدن الأندلس. وهكذا كان تشكل هذه المملكة النصرانية الثالثة عامل مهم جدا. وزاد الأمور سوءا في بلاد الأندلس ظهور دويلة جديدة في بلاد المغرب كانت من أشد الدول خطورة على بلاد الأندلس، وهي الدولة المسماة بالفاطمية واسمها الصحيح الدولة العبيدية. ظهرت الدولة العبيدية في بلاد المغرب في عام 296، وكانت دولة خبيثة همها الأول قتل علماء السنة في بلاد المغرب العربي ومحاولة نشر نفوذها في هذه المنطقة، فانتشرت بصورة سريعة من بلاد المغرب إلى الجزائر إلى تونس ثم إلى مصر والشام والحجاز وغيرها. ويكمن خطرها على بلاد الأندلس في أنها ساعدت عمر بن حفصون وأمدته بالسلاح والمؤن والغذاء عن طريق مضيق جبل طارق، وذلك لأن عمر بن حفصون أو صامويل كان يعادي ويحارب الخلافة الأموية الموجودة في قرطبة. وإذا تخطينا بلاد الأندلس وألقينا نظرة على مجمل أقطار العالم الإسلامي في الشرق والغرب، وجدنا أن مصر والشام يحكمها الإخشيديون، الموصل يحكمها ابن حمدان، البحرين واليمامة يحكمها القرامطة، وأصبهان يحكمها بنو بويه، خراسان كذلك يحكمها نصر الساماني، وطبرستان يحكمها الديلم، اللهواز يحكمها البريديون، وكرمان يحكمها محمد بن إلياس، والدولة العباسية أو الخلافة العباسية لا تحكم إلا بغداد فقط، ولا تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق. هكذا كان الوضع في أقطار العالم الإسلامي، ولم يكن هناك أي أمل في أي مدد منه إلى بلاد الأندلس، حيث كانت كلها مشتتة ومفرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت ليرى أنه لا محالة من انتهاء الإسلام فيها، وأنه ما هي إلا بضعة أشهر أو سنوات قلائل حتى يدخل النصارى إلى الأندلس ويحكموا قبضتهم عليها، ولن تنقذ إلا بمعجزة جديدة مثل معجزة عبد الرحمن الداخل. وبالفعل فإن الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة، فمن عليهم بأمير جديد وحد الصفوف وقوى الأركان وأعلن من شأن بلاد الأندلس حتى أصبحت في عهده أقوى ممالك العالم على الإطلاق، وأصبح هو أعظم ملوك أوروبا في زمانه بلا منازع. إنه عبد الرحمن الناصر الذي سنتكلم عنه في الفيديو القادم إن شاء الله.